ناتي، كما تعرفوا صافي 3 جور ملي لبست الحجاب، وهذه كانت احسن حاجه درتها في حياتي، احسن قرار تاخذته في حياتي. راني حاسه حياتي تبدلت مور هذا القرار. باركتوا لي كامل، نشكركم بزاف، ونتمنى هذه الفرحه اللي حسيت بها تحسوا بها نتوما تانيت. واليوم جيت نريبوندي على اغلب الاسئله اللي تلقيتها مور ما لبست الحجاب. وشنو هو احساسي كي خرجت بالحجاب بوغ لا بروميير فوا؟ مع الاول كنت حاسه روحي ان بتي بو بيزار، ومن بعد كي بديت نمشي برا وكيما على بالكم فوندغودي باسي كانت سخانه غراف، وهاد اليومات كاع راهي سخانه. اوكي كنت نمشي برا وحسيت روحي بروتيجي، هذا هو الاحساس الاول اللي جاني، حسيت روحي محميه، حاجه راهي تحمي فيا، حق ربي حسيت بالامان. وحسيت ثاني حاجه بزاف غريبه، مالفا كي نخرج بشعري ونورمال ولبستي نورمال في السخانه نموت بالسخانه، ولي غير نحوس وقتاش ندخل للدار. هاد المره خرجت بالحجاب وبرا والسخانه، بصح ديك السخانه حسيتها حلوه، حسيت روحي ماشي مغمومه، حق ربي غير حاجه بيزار. هاد الحاجه حرت فيها، كنت لقيت انتقادات مور ما دات الحجاب. وي كانوا كاينين عباد ماشي موافقين هاد القرار وقالوا لي علاش عليك، وكانوا كاينين بزاف عباد قالوا في ظهري بليك ايه دارتو اسكتو، زيد شويه وتنحيه نورمال، زيد شهر شهرين وتنحيه خليها ديرو دوكا. هادوما زوج شغل بزاف اللي سمعتهم قالوا هكا، وفي وجهي يقولوا لي مبروك عليكم، منا في ظهري يقولوا ايه زيد شويه وتنحيه. نحترم الراي تاعكم ماشي كاع بروبليم، بصح هذا احسن قرار تاخذته في حياتي، وعن قناعه، عن قناعه 100%. واحد ما سيف عليا وواحد ما غصبني على هذه الحاجه، او كونطري درتها و جو سوي تري فيير دو موا، وراني نقول علاش ما درتهاش من قبل، هذا ما كان. وكيما الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان شاء الله تاني حجابي ينهاني على عفايس واحد اخرين، ان شاء الله به نبدا نتسقم في حاجات بزاف واحد اخرين، وننقص بزاف حاجات واحد اخرين، باسكو هذه الخطوه كانت بزاف ثقيله باش نديرها، كنت حبتها بصح كانت صعيبه عليا، والحمد لله ربي رزقني وين قدرت نديرها، وراني بزاف فرحانه بها. وتهلاو في روحكم، نتلاقاو في لا بروشين فيديو، نقولوا لي فيديو تاع الضحك وتاع لي كونساي. عد إلى الله. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا. Come back to Allah. عد إلى الله. عد إلى الله. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا. حي عليا، وراني مريضه وراني بالحمى، بصح معليش جيت نبارطاجي معكم واحد المعلومه. من قبل وانا ندور في تويتر على واش كانوا يهضروا في ميزكم، على هذاك الترند تاع كي يجي واحد يمشي ومن بعد يتلاقى مع اصحابه ومن بعد يديروا هكا هكا هكا. ايبا حناناتي بالغنيه تاع توباك، ايبا واش لقيت حكايته؟ قال لك بليك هذاك يمثل هيئه ابليس كي طرد من الجنه، وشنو هو الدليل هاد الاحاديث اللي رانا حنحطهم لكم؟ دونك قولوا لي حناناتي واش رايكم؟ زعما اسكو هاد المعلومه حقيقيه ولا ماشي حقيقيه؟ صح ولا ماشي صح؟ زعما هاد الترند فريمون يمثل هاد العفسه؟